أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج إنستا شو. ضيفتنا اليوم ممثلة سورية حلوة ومهضومة وبتجنن، ضيفتنا الفنانة جيني إسبر. أهلا وسهلا بالفنانة الحلوة والمهضومة جيني إسبر. كيفك يا جيني؟ أهلين سيف، واشتقنا لك كتير. وأنا مشتاق لك. كيفك؟ بعد زمان. شو أخبارك بالحجر؟ بالحجر والله قضيت فترة حجر، بس تعرف كنت مبسوطة فيها لأنه بالعادة أنا حياتي كتير فيها سفر، فحسيت أنه فترة الحجر استغليتها بأمور هيك، زبطت ثيابي، رتبت أغراضي، شفت بنتي وأخيراً. يعني كان فترة حجر يعني مو في. قلي لي بصراحة، زاد وزنك شيء؟ لا، هلا أنا بالنسبة إلي ما بتزبط معي هاي القصص، بتعرفني يعني أنت من يومي بتحافظي. يعني بالعكس، هلا أنا هلا موضوع الحجر حاولت نقص وزن رفقاتي لأنه كلهم ما شاء الله طباخين وطباخات، فعلمتهم شوي هيلثي لايف ستايل يعني. فلا بالنسبة إلي لا، هذا الموضوع ما بعرف انت شو وضعك. انا والله زايد وزني يا جيني، زايد وزني وحالتي حالي، ما لي عارفان شو اعمل. بكل الاحوال مو مشكله، خلينا نبلش بالحلقه. خلينا نبلش بالحلقه مشان ما ناخذ وقت كثير. اول فقره رح نبلش فيها هي فقره الكويستشنز. انت جيني نصك اوكراني، انت لسه عندك قرايب من هني؟ هلا اكيد عندي، هلا انا اخي متجوز كمان اوكرانيه وعايش باوكرانيا. واكيد يعني قرايبين من طرف ماما الله يرحمها باوكرانيا. خالاتك ولاد خالاتك في هيك شيء يعني؟ لا، ما يعني ماما وحيده، بس عندنا قرايبين يعني مو قرايبين يعني ولاد خالي، بس قرايبين قرايبين لها يعني لامك اكثر. كارو ايه تماما. عظيم. طبعا بتضلي بتروحي انت لهنيك، بتروحي وبتجي، بعرف انك بتروحي وبتجي. صح. عظيم. صح. طيب السؤال الثاني، بعد 5 سنين انفصال جيني، انت ما بتفكري ترتبطي مره ثانيه؟ هلا ما موضوع تفكير يعني، انت بتعرف موضوع زواج هو نصيب، اكيد اذا في شخص منيح وقدرنا نتفاهم مع بعض اكيد انا مو ضد الزواج، بالعكس الزواج بالنسبه لي كامراه هو استقرار، بس ما بدك تلاقي شخص يحسسك بهالامان والاستقرار لا يجي. طيب بهالمراحل في هيك شيء، في هيك ملامح ولا ما في؟ ما في ملامح ابدا. حلو. طيب السؤال اللي بعده، بنتك ساندي بتظهر معك كثير على السوشيال ميديا، انت ما بتخافي من تسليط الاضواء عليها بعمر صغير مثل عمرها؟ لا بالعكس، خليها تتعلم بهالموضوع. انا بشوف الولد اللي موجود تحت الأضواء بتكون شخصيته أقوى من الولد اللي مانو تحت الأضواء، وخاصة يعني أنا كأمة وتحت الأضواء وكل العالم تعرفني، فلازم نمي له شخصيته يعني، ممكن بأي وقت أنه هي تتواجد تحت الأضواء، فحلو أنه تعرف كيف تتعامل مع هذا الموضوع، ما أنه تخجل أو مثلا تتضايق من هذا الشيء. حلو، يعني أنت عم تعودية على هاي القصة لأنك حاسة أنه هي رح تضل ضمن هاي الأضواء يعني نوعا ما. يعني هلا انت بتعرف كاولاد الفنانين اجباري يعني، الا ما تصيبهم طرطوش الضوء. ايوه. فيعني فلازم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الموضوع. شو عندها ملامح فنيه؟ بتحب تغني، بتحب تمثل، بتحب ترقص، شو بتحب تساوي؟ والله يعني هي بصراحه مثلت معي هيك مشهد صغير، بس قالت لي ما حبيت وما عجبتني التجربه ابدا يعني. طيب بتهتمي بأمور ساندي شخصيا أنت ولا في مربية أو ممكن حدا بيساعدك؟ هلا كظرف في يعني كظرف شغلي وسفري أكيد يعني أنا أول شيء هي كانت موجودة مع أهلي، كانت ماما تهتم فيها بشكل مباشر، وبعد ما توفت ماما الله يرحمها أكيد هي ضلت مع بابا، لأنه هي بابا كتير متعلق فيها، وبنفس الوقت في مربية وفي رفيقتي يعني صديقتي الأنتيم، وأنا بعتبرها أختي، هي مسؤولة كمان عندنا وقت ما بكون موجودة. مزبطة أمورك يعني الحمد لله. طيب رغم أنه بكير على موضوع الاعتزال، بس أنت بتفكري أنه رح يجي يوم وتتركي كل شيء وراكي؟ يعني أنا بصراحة شخصية يعني كشخصية أنا بعطي كل شيء
يعني بعطي كل شيء بشغلي، يعني بحب أعطي من قلبي ل ل لهذا المجال. بس أنا كان في عندي شغلات وأنا صغيرة، مثلاً إنه أنا بنجمع قصص، مثلاً جمع أعلام، فجمع جمع جمع ويدوج كتير هيك قلبي من هذا التجميع، فأنا خلص نصفهم كلهم. فما بتصور بعيدة عن موضوع الاعتزال، وأحس حالي أنا وصلت لنقطة أنا ما عاد أقدر أعطي شيء، أو هذا المجال ما عاد عم بستمتع فيه، فكتير ممكن إيه. بكل أحوال بكير على هذا الحكي. طيب هاي الفقرة خلصت، رح ننتقل للفقرة الثانية اللي هي فقرة الكويز. السؤال الأول، شو كان اسم شخصيتك بمسلسل الغدر؟ قولي. راح أعطيك ممثل هاي بلازم كل واحد ذاكرته. راح أعطيك ثلاث احتمالات: شادية، نادية، فادية. فادية صح، يا عيني عليكي، وبتربحي معنا أول 100 ليرة. أوكي. تاني شيء، السؤال الثاني، بأي جزء من سلسلة صبايا ظهر معتصم النهار؟ بالخامس صح، يا عيني عليكي، وصاروا 200 ليرة. بأي حلقة من مسلسل خاتون تتوفى درية؟ 16 17 بأي 18. حلقة بتصور ب 17 راحت اول 100، ضليتي على 100 ليره، هي بالحلقه 18 الحقيقه. طيب ولي. السؤال اللي بعده، مين كتب لوحه احتراف بالجزء 13 من بقعة الضوء؟ مسلتيها مين كتب؟ ايه لك واي مسلتيها مع ليلى جبر؟ لا أعطيكي ثلاث احتمالات. مثلتها مع ليلى جبر. لا أعطيكي ثلاث احتمالات: رنا الحريري، شادي الصفدي، رافي وهبي. يلا. شادي الصفدي. صح، يا عين عليكي، ورجعوا 200 ليرة، برافو عليكي. آخر سؤال بهاي الفقرة، أي سنة تم إنتاج مسلسل سقف العالم؟ خود بقى هذا سؤال يا عيني. لا أعطيكي ثلاث احتمالات: 2006، 2007، 2008. 2007. راحت 100 ليرة، رجعتي على 200. 2007؟ لا هي 2006، فأنت عمليا رجعتي خسرتي 100 ليرة، صفي لك معنا 100 ليرة هلا نعطيك إياها بعد البرنامج. طيب خلص، لا خليك كتبوا مني لإلك. خلصنا هاي الفقرة، هلا ننتقل للفقرة التالتة اللي هي فقرة النو فلتر. أول سؤال، حاضر، بموضوعية، شو رأيك بمسلسل يوما ما؟ خاصة أنه في انتقادات عم تتوجه للعمل من ناحية الألوان والأزياء والموسيقى التصويرية. هلأ بالنسبة للظرف المادي أو البادجت يعني اللي نحط بهذا المسلسل، أكيد نحن ما فينا نقارن المسلسل لو بادجت بمسلسل هاي بادجت، يعني ضمن الظروف المتاحة فبتصور أنه نوعا ما هو جيد، يعني ضمن الظروف اللي نحن اشتغلنا فيها والإمكانيات المادية. يعني أنت موافقة من البداية إنه هو مسلسل كان بلو بادجت، يعني أنت أكيد عارفاني يعني. إنه هيك طبعا أكيد. أيوة طبعا. وهذا الشيء بيّن على الشاشة مباشرة، يعني نشاف دغري العالم حسته. يعني طبعا اليوم يوم الممثل عم يعمل تحدي، وقت عم بيشتغل بهذا المسلسلات عم يعمل تحدي مع نفسه، يعني إنه هو لازم يعطي أضعاف بمسلسل ذو إمكانيات قليلة، لأنه في كتير أمور ما بتكون مثل ما لازم تكون. أنا سمعت، بس يعني هذا ظرف، هذا وضعنا. أنا سمعت جيني، أنا ما شفت المسلسل، بس سمعت شوي إنه هو في شيء له علاقة بكاساندرا أو كذا، له علاقة في هيك شيء. لا هو لقلك شيء، هو العالم ربطت لأنه في بيئة غجرية فربطت بموضوع كاساندرا، لأنه نحن يعني في شغلة بدي نوه عليها معلش خلال برنامجك لأنه كتير مشاهد، أنه في العالم عم تحكي على موضوع لهجة، أنه نحن كممثلين البيئة ما كتير متقنين اللهجة البدوية، هي منا لهجة بدوية، هي لهجة غجرية مخففة، يعني جامعة بين لهجة المدينة
ولهجة البدوية. فشوي يعني في صار لغط بهذا الموضوع أنه ما عم تحكوا بدوي، نحن ما عم نحكي بدوي، نحن عم نحكي شيء غجري، بعض الكلمات مأخودة من اللهجة البدوية بس هي بشكل عام لهجة المدينة. رح أسألك سؤال جاوبيني عليه بصراحة إذا بتقدري، بس بإيه أو لا ندمتي شوي إنك اشتركتي بهذا المسلسل؟ لا ابدا ما ندمت، لانه نحن اذا بدك تشوف فوت على صفحتي على الانستغرام اللي هي 300,000 تقريبا واكثر شوي، في كتير عالم حابين المسلسل، وفي حتى على صفحات الثانيه يعني حابين شخصيتي. واليوم لاقول لك شيء سيف، يعني انا كجيني اليوم انا اشتغلت كثير على حالي وثابت على حالي، بس اليوم انه انت مثلا تاخذ فرصه مثل هي بأعمال مشتركة مهمة اليوم صعب كتير. فأنا اليوم حبيت الدور، تعلقت بالشخصية وحسيت أنه كجني أنا فيني أعمل شيء حلو بهذا المسلسل. الحمد لله يعني أنا يعني مبسوطة بالنتائج، مبسوطة بالشيء عظيم. يعني في الناس مشاهدين وحابينه. ممتاز ممتاز. طيب السؤال الثاني، رح نبقى بالانتقادات. قمت مؤخرا بدورات إعداد ممثلين، وفي قسم من الناس شافوا انه لسه بكير جني تقوم بهالخطوه، في ممثلات يعني حكوا بهذا الشيء ما بدنا نذكر اسماء، انت كيف تردي عليهم من هذا المنبر؟ هلا من هذا المنبر برد انه اول شيء هن ما عارفين محتوى الدوره عن شو عم نحكي، ممكن نحن عم نحكي على ستايل الممثل، على الاداء، كيف عم منجهز الشخصية من برا. موضوع أنه بكير، أنا إلي 20 سنة بهذا المجال، وبتصور قدمت أعمال حلوة وأنا بنيت اسمي خطوة خطوة، تعلمت من مطبات حياتي المهنية. ممكن أعطيهم بالنهاية، نحن عم نعمل دورة، نحن ما عم نفوتهم مع هالتمثيل، ما عم نعطيهم شهادة مع هالتمثيل. صحيح. أنا عم بعلمهم عن أشياء ممكن أنا تعرضت لها بحياتي المهنية. صحيح. بتصور 20 سنة أنه أنا أعطي مثل ما بيقولوا ملاحظاتي بهذا المجال يعني. فالمشكلة هن تسرعوا شوي، لازم واحد يعرف شو محتوى الدورة وعن شو حقا نحكي. صحيح. وثاني شيء الواحد بده يحكي يعطي هيك انتقادات، بده يكون على القليلة بمستواي أو أعلى، لأنه أنا اللي شفت الأسماء اللي انتقدوا هذا الموضوع كانوا أقل مني بكتير. حلو، على الأقل يعني أنت بالنهاية أنت بتكوني عم تعطي لهدول الطلاب على الأقل خبرتك، وبهذا المجال اللي صار لك فيه 20 سنة مثل ما عم تقولي أنت، القصص اللي صارت معك يلي تعرضتي لها مو مشكلة. طيب السؤال اللي بعده، بتدافع عن قيام الفنانات بعمليات التجميل، مين الفنانة اللي بتشوفي أنه كثرة التجميل ضرتها ما فادتها؟ هلأ بصراحة أنا ما بدأ تفاصيل مين ضربتها ومين فاتتها، أنا مع التجميل لأن كل العالم صارت عم تعمل تجميل لشيء معين. يعني أنا متهمة كنت بموضوع التجميل، مع أنه أنا ممكن إذا بدي قارن حالي بالبنات جيلي، مو ممثلات، بنات عاديات، أقل حدا عامل تجميل. بس موضوع التجميل يعني صار طبيعي عادي، لأنه هي يعني اليوم معلش يوم حتى الشباب عم يعملوا تجميل، حتى الشباب عم يزرعوا. ايه والله بعرف، ايه والله صح، هذا شيء طبيعي. بالعكس انا 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 بنتقد الناس اللي ما بتهتم بحالها. هلا قلتي هلا ضرتها ما عم، بما انك يعني انت خبيره جيني، انا شو لازمني تجميل؟ والله انت ملك جمال يا سيف، وانا معجب بتعرف من زمان، من ايام العبابيد كنت اقول لانه هذا الممثل ملك جمال ما شاء الله، جسم وشكل وشبوبيه. طيب السؤال اللي بعده، شو العمل اللي بتتمني لو انه ما بقى يطلع على الشاشه لحتى ما يحضروك في الناس يرجعوا؟ والله ما ضل في اعمال الحمد لله. هلا القنوات كلها عرضت لنا كل اعمال، انك شفنا الاخضر واليابس. هلا بصراحه اقول لك شيء، يعني انا ما بخجل من اي تجربه مرقت فيها بحياتي، لا من بداياتي بعروض الأزياء ولا من الإعلانات. بالعكس أنا بقول كل خطوة عملتها أنا فخورة فيها، لأنه لو ما عملتها يمكن ما كنت هلأ بهذا المكان، ما كنت تعلمت من أخطائي، حتى لو أكيد في أخطاء، ما في شخص ببلش حياته المهنية ما بيكون عنده خبرة، فأكيد في مطبات بالحياة. أنا بالعكس بشوف بفخر أنه يمكن لو ما هاي الأخطاء ما كنت وصلت لهون، صرت بهذا صح المكان. صح، برافو عليكي. الشغلات اللي مو منيحة على الأقل متعلم منها، أنه بنستفاد من أنه من هذا الخطأ اللي عشناه. طيب السؤال الأخير بهاي الفقرة، مين اللي وقف بوجه جيني لتكون موجودة بالدراما المشتركة؟ أو شو اللي وقف أو شو اللي منع جيني إنها تكون بالدراما المشتركة؟
ما بحكي هلا انا اشتغلت سيف، انا اشتغلت بعلاقات خاصه واشتغلت بعده اعمال، كان عراب ولا غيره من الاعمال المشتركه، بس هو الكونسبت اللي عم بيصير انه هن عم يفضلوا الممثله اللبنانيه مع الممثل السوري اكثر ما تكون الممثله السوريه، فهو الكونسبت العام يعني الموضه العامه للقصه كلها يعني. ايوه صح. طيب هلا نحن رح نروح على فاصل وبنرجع لك، لا تروحي لبعيد، راجعين لك اعزائي المشاهدين، فاصل صغير وبنرجع، انطرونا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع الحلوه جيني اسبر. جيني هلا الفقره الرابعه اللي عندنا هي فقره الايموجي سلايدر. ايموجي سلايدر بتعرفي، هلا بدي اعطيكي عبارات بدك تقولي لي قديش انت بتوافقي على هذه العباره بالنسبه المئويه، مثل لما بتحركي الايموجي سلايدر قديش حابه الصوره انت او مالك حاببتيها، يعني بتقولي لي 50% 60% وهكذا. الجمله الاولى تقول سلسله صبايا كان يجب ان تنتهي عند الموسم الثاني. الثاني يعني بدي جاوبك قديش انا مع هذا الحكي، قديش بتوافقي على هذا الحكي او ما بتوافقي عليه حسب يعني. يعني انا ما بوافق على هذا الحكي أبداً. يعني 0% هيك شيء صفر. يعني ما بتحسي انه اول جزئين كانوا احسن بكثير من البقايا؟ لا يعني ممكن احسن بشيء بالنسبه يعني بالنسبه للناس اللي يعني تعلقوا بالشخصيات لانه حبوا الشخصيات اللي كانوا بالجزئين اكثر، لانه بعدين صاروا يتغيروا الشخصيات، بس هو انا ما انه يستمر اصلا كان يكون اكثر من حلو. اذا 0% يعني ما بتوافي على هذا الحكي نهائيا. طيب الجملة الثانية بتقول مظهري الخارجي يحصرني في أدوار البنت الغنية أو الجميلة. يعني قديش توافق مو مظهري أنا قديش توافق عليه؟ كمان صفر بالمية لأنه مو أنا اللي عم يحصروني، لأنه المخرجين ما بيشوفوني غير بهذا الستيل، بستيل الحياة الطبيعية، لأنه أنا كشخص اللي حق اختار شو بدي ألبس وكيف بدي أطلع. أنا الشكل الخارجي ما بحياتي الشخصية ما له علاقة بالكاركترات، لأنه أنا اليوم بالكاركترات فيني أعمل اللي بدي إياه، بس أنا الأغلب المخرجين شايفيني مقطريني بهذا الشكل أنه جيني فاشن، فلازم تكون بالمسلسلات كمان فاشن. معناتها بتوافي عليه الحكي، معناتها بتوافي عليه 100%. يعني 100%. طيب وجود اللبنانية دارين حمزة في مسلسل فرصة أخيرة غير مبرر. يعني من ناحية النص؟ إيه مزبوط 100% ولا أقل ولا 75% ولا شو؟ لا يعني خلينا بما أنه في شيء إذا بنروح على موضوع التسويقي ف 80% تماما. زواجي بمنتج كان دفعة قوية بمسيرتي الفنية. 100% برافو عليكي. سلسلة صرخة روح مست الخطوط الحمراء للمجتمع السوري. يعني 50% بتحسي انه مو كل هالقد يعني مثل ما عم بيروجوا للسيرة يعني؟ لا يعني نحن ما بقى فينا نتخبى وراء اصابعنا يعني وراء اصبعتنا لحتى. يا عيني عليكي. طيب خلصنا من هاي الفقرة. هلا الفقرة الخامسة اللي عنا اياها هي فقرة البول. الأهم في مصر سلافة وخرجي أو جمانة مراد؟ جمانة مراد. جمانة مراد حلو. أفضل الوقوف أمام كاميرا رشا شربتجي أم المثنى الصبح؟ يعني اثنين أعطونا زراف، بس أنا يمكن لأنه اشتغلت أكثر مع رشا شربتجي. أعجبتني في تقديم البرامج أمل عرفة أو رنا شميس؟ هلا هيك شوي بدي يعني ما فيني اظلمهم اثنيناتهم، لانه موضوع تقديم امل للبروجرام غير يعني غير ستايل بروجرام لرنا. هلا يعني نحن ما عم نقول انه اذا وحده اذا اخترتي وحده بعد التالي مو منيحه، لا لا لا، ممكن انت تفضلي حدا عن حدا يعني شوي. يعني انا حبيت امل بصراحه. امل عرفي يعني حبيت. ايوه يعني شايفه هيك بدنا اجابات، يا سلام عليكي. طيب الأقرب إلي يعني الأقرب إلي
كندا حنا او نسرين طافيش؟ يعني اثنيناتهم رفقاتي، ما في حدا قرب من حدا بصراحه، صعب بزياده يعني بزياده نكشه بزياده نكشه. والله يعني انا كوائد لك رح اقول لك حاجه، كمسافه انه نحن ببلد وحده كندا حنا. طيب هي لقينا دوباره للجواب، برافو عليكي. المصمم الأقرب إلى ذوقي، شوفي هي هذا سؤال صعب بالنسبة لي. المصمم الأقرب إلى ذوقي منال عجاج ولا عراء سركيس؟ يعني كمان ما فيني جاوب هيك لأنه منال أنا يعني كثير عم فوتوني بالهيك. هلا كل واحد له تقيله يعني، ما اختلفنا. طيب فيني أقول منال سركيس. مين اللي مين اللي بيفهم عليكي أسرع شوي؟ ولا يعني اثنيناتهم، لانه كل وحده بس اكيد منال لانه انا اشتغلت مع اكثر يعني. ها شفتي يعني لبستني أخذ أكثر. كمان اخذنا جواب على السؤال منال عجاج، يا عيني عليكي. خلصت هاي الفقره، هلا الفقره السادسه والاخيره هي فقره المنشن. بدك تعملي لنا منشن لحدا تتحدي يطلع معنا بالبرنامج؟ يطلع معنا بالبروجرام؟ يطلع معنا يطلع بهذا البرنامج، تنقلي هذا التحدي لحدا يعني. يعني مثلا نظلي الرواس. نظلي الرواس، ونحن بدورنا بننقل هذا التحدي للفنانة نظلي الرواس لتكون معنا بهذا البرنامج. جيني شكرا كثير لك، كنتي ضيفة لذيذة كثير وخفيفة وبتجنني. موفقة ان شاء الله بالبرنامج اللي عم تقدميه، وشكرا كثير لك ولحضورك. شكرا لك سيف، ومبسطت سمعت صوتك. تسلم يا رب، باي باي. أعزائي المشاهدين، هي كانت الحلقة مع جيني إسبر. انطرونا بكرة بحلقة جديدة وضيف جديد. باي.